طبعا احنا في هذه الليالي المباركه في العشر الاواخر من رمضان بنبحث دائما عن ليله القدر. امبارح كانت ليله 27 من رمضان، ويعني بعض من المسلمين دائما بيقول ان دي بتعتبر ليله القدر، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال التمسوها في الايام الوتريه من العشر الاواخر، او في الليالي الوتريه عفوا من العشر الاواخر من رمضان. قد تكون ليله 20 لو رمضان في النهايه طلع 29 يوم، فعشان كده احنا بنحاول نكثف الدعاء والاعمال الصالحه في هذه الايام المباركه من يوم 20 رمضان لحد اخر الشهر. طلع بقى 30 يوم، طلع 29، فانت كده ضمنت ان انت ادركت ليله القدر وانت على طاعه. طبعا واحده من الليالي المباركه في هذا الشهر الفضيل ليله فضلها عظيم جدا لمن احياها. ليله احيائها بيكون بالصلاه وقراءه القران والذكر والاستغفار والدعاء، طبعا بدايه من غروب شمس يوم 26 لحد حتى طلوع فجر يوم 27 يا جماعه. صحيح يا شاذ، يعني في ليله القدر الحقيقه غفران للذنوب، عفو، هي ليله العفو، ليله بتكتب فيها الاعمار والارزاق للسنه اللي جايه. ربنا سبحانه وتعالى ميز فيها الحقيقه العباده دونا عن باقي الليالي. ليله القدر كمان بتكون خاليه من الشر وبتكون مليئه بالسكينه والهدوء، ولازم في هذه الليلة أو الحقيقة يمكن في العشر الأواخر زي ما كان شاذلي بيتكلم مع حضراتكم، لازم نلتمس بشكل أكبر ومكثف كده زي ما بنقول في العشر الأواخر من رمضان الطاعة والخير، كل أوجه الخير، إن كان الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، قراءة القرآن، الصوم، كل وجوه الخير، التصدق، الزكاة، الابتسامة، التبسم، فعل أي خير ولو بسيط، لأنه كل ده سلام من الأذى كله، يمكن كمان بيكون أجره عند ربنا أضعاف مضاعفة فوق اللي احنا ممكن نتخيله بكتير. كمان من فوائد ليلة القدر إنها بتعوض ثواب الأعمال، أعمال الخير في أعمارنا القصيرة، لأنه ثواب العبادة فيها خيرا من ألف شهر. خيرا من ألف شهر يعني تقريبا أكتر من متوسط أعمارنا الحالية. ألف شهر تقريبا يعادل 84 سنة. تخيل في ليلة واحدة لو قدرنا نحن نتحراها بعبادة عمرنا كله. سبحانه وتعالى يعني ربنا الحقيقة بيدينا فرص كتير قوي عشان نقدر ان احنا ندعيه ونستغفر له ونتقرب منه على قد ما نقدر. حتى يمكن الدعاء فرص كتير قوي للدعاء المستجاب، فرص كتير قوي لقضاء حوائجنا، وفرص كتير جدا لتحقيق امنياتنا يا شاذ. بكل تاكيد، والنبي عليه الصلاه والسلام كان قادر ان هو يقول لنا ليله القدر امتى. صحيح. لكن طبعا اكيد حضراتكم عارفين الحديث انه حصل خلاف ما بين اثنين من المسلمين كان خارج النبي عليه الصلاه والسلام عشان يقول لنا ميعاد ليله القدر، لكن حصل خلاف فانشغل، وبعد كده يعني البعض بيقول ان النبي نسي، والبعض الاخر بيقول النبي قاصد ان هو ما يقولش عشان نملا العشر ايام دول من العباده والاعمال الصالحه. وايضا في حديث اخر بان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، اريت ليله القدر ولكن في المنام، ولكن احد من اهلي ايقظني فنسيتها. لكن على كل إن احنا معانا 10 ايام في 365 يوم، اعتقد ان هم يعني مش كتير قوي ان احنا نكثف من العباده والاعمال الصالحه في هذه الايام المباركه. واحنا شفنا امبارح الصور بصراحه منتشره على السوشيال ميديا لجموع المسلمين في كل انحاء العالم الاسلامي، شفنا صور في المسجد الاقصى، وشفنا صور من مصر من مسجد الازهر، من جامع الازهر، وشفنا صور كتيره جدا للمسلمين هم بيحيوا هذه الليله. ليله القدر الملائكه بتتنزل فيها، ومش بتنزل، بتفضل تتنزل على مراحل، تتنزل الملائكه او يتنزل الملائكه والروح فيها جبريل بالخير والبركة والرحمة والعتق من النيران. ليلة القدر هي ليلة سلام من العقوبات. طبعا في شواهد، احنا دايما بنحاول يا جمانة ندور على الشواهد اللي بتؤكد دي كانت ليلة القدر ولا لا. ندور على السماء كانت صافية ما فيهاش رياح، تاني يوم الشمس رؤياء زي ما بنقول، ملهاش شعاع قوي، ليلة فيها سلام فيها سكينة، ربنا بيوفقنا فيها دايما لقيام الليل والأعمال الصالحة والخير والأداية. لكن احنا ليه ندور؟ ما احنا عندنا 10 ايام في 365 يوم. عندنا 10 ايام فعلا، هي فرصه، بالعكس ده احنا نتمنى والله، يعني فرصه ربنا بيديها لنا طول الوقت عشان نبقى قريبين منه اكتر، ونحاول ان احنا يعني نقرا قران اكبر، لانه كمان حتى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق رسول الله طبعا. بس يعني فرصة مهمة قوي ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان احنا يعني نغتنمها. وحتى كمان ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لو هنتكلم في الأدعية، لأنه بنشوف برضو على السوشيال ميديا يمكن أدعية كتير جدا، لكن أكتر دعاء يعني الحقيقة حتى سمعنا من السلف الصالح انه كان بيقال في العشر الأواخر كتير جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليني أقول لحضراتكم الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أرأيت أن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال:
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طول ما احنا قاعدين لغاية بس يعني نتحرى زي ما قلت لحضراتكم العشر الأواخر، هذا الدعاء جملتين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. والعفو بقى ده يعني أوسع حتى من مغفرة بكتير قوي يا شاذلي. وربنا لو عفى عننا هيدينا كل حاجة بعد كده. طبعا طبعا. مرة تانية يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، واللهم بلغنا ليلة القدر بإذن الله، ربنا طبعا يتقبل منا كلنا صالح الأعمال. صباح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.